في شأن آخر، تتواصل حملات الدعاية للانتخابات التشريعية في المغرب. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من الرباط إكرام الأزرق مراسلة الغد. يعني إكرام، رأينا بأجواء المنافسة وكيف يتم التفاعل مع المرشحين. نعم، صباح الخير. أيام قليلة ستفصلنا على موعد الانتخابات التشريعية 2021 التي ستجرى يوم 8 من سبتمبر المقبل. 32 حزب يتنافسون لاستمالة حوالي 18 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية من أصل 36 مليون نسمة. هناك تواصل مستمر مع الناخبين، ولكن هذه السنة تأتي بشكل مختلف لدواعي جائحة كورونا. وزارة الداخلية أعلنت عن تدابير جديدة للحملات الانتخابية، حيث تم منع تنصيب الخيام والولائم الخاصة بالتجمعات، أيضا منع التجمعات لأكثر من 25 فرد داخل الفضاءات العمومية والفضاءات المغلقة. أيضا الجولات الميدانية تقتصر فقط على 10 أشخاص. هناك العديد من الإجراءات تضاف إلى هذه التدابير الجديدة، وهي عدم نشر المنشورات في الشوارع أو الأزقة. إذن السؤال، كيف يتم تعامل الناخبين مع أو المترشحين مع الناخبين؟ هناك بديل وهو المنصات الرقمية. كل الأحزاب اتجهت إلى المنصات الرقمية وتبذل مجهودها في استمالة الناخبين ولو عن بعد. هناك مبالغ مالية مهمة صرفت على هذه العملية، وخصصت الأحزاب السياسية مجموعة من الشركات المتخصصة في الدعاية والتسويق، و المبلغ قد تجاوزت المبالغ إلى أكثر من 100 مليون درهم مغربي. هناك بعض الأحزاب وصلت إلى استمالة أو تفاعل أكثر من 4 مليون ناخب. إذن هناك العملية غير سهلة بالنسبة للأحزاب السياسية. اليوم 8 من سبتمبر سيكون هو الفاصل للأحزاب السياسية، وسيقول كلمته الأخيرة ما الذي سيفوز بالانتخابات المقبلة. نعم، إكرام الأزرق مراسلة الغد كنت معنا من الرباط، شكرا لك.